واقعين شادين الطريق. لان مادام شادين الطريق نعاود ندردش معكم واحد شويه بالنسبه لاطر الاكاديميات اللي ولاو دركا اطر نظاميه للاكاديميات. إذن تحية دائما عالية للأحرار والحرائر فقط لا غير، الزلالم مزبلة التاريخ. إذن بالنسبة لهاد أطر الأكاديميات اللي أصبحوا نظاميين، راه باش نذكروا كيقول لك واحد وموحد، من تنقولوا واحد 12 ولاو في واحد اللي هو يكون خاص، نظام اساسي خاص ديال مهن التربيه والتكوين. وبتوظيف جهوي، يعني مناصب ماليه تحدث جهويا لكن تكون المال الرقم المالي ممركز. انه علاش خاصو يكون ممركز؟ يكون ممركز باش يعني راه غيولوا يستافدوا من الحركه الانتقاليه الوطنيه، خاص يكون ممركز. لانه ولا داروه خلو جهوي، داك المالي جهوي، غيلقاو مشكله في الانتقال، يولي خاصك الانتقال غير بالتبادل. اذا مادام قال لك غيولوا يستافدوا من جميع يعني الامتيازات، فالحركه الوطنيه هي غيولوا يستافدوا منها، وباش يستافدوا من الحركه الوطنيه خاص الرقم المالي يكون ممركز. اذا هذه المسائل غيعالجوها في هذا القانون ديال التوظيف الجهوي العمومي، اللي غيسموه توظيف جهوي عمومي، غيعطوا غير الصلاحيات للجهات اللي غتولي تحدث لها هذه المناصب الماليه بالنسبه لجميع القطاعات. لان هذه المهن راه غادي تتنضاطر، هذا الشيء 2030 راه كل شيء غادي يبدا ينضاطر. شي علاش هما غاديين في الخوصات؟ بزاف ديال المهن غتمشي في حالاتها، حتى الرقمانه هاد علاش داروا دابا هاد ديال مزور اللي الوزيره المكلفه ب يعني الانتقال الرقمي واصلاح الاداره. علاش انتقال رقمي؟ فوق 2030 غيكون كل شيء مرقما، كل شيء الادارات وكل شيء ابناك مسائل كل شيء غيكون. اذا بزاف ديال لي بوست غادي يتخلاو عليهم، غيمشوا للشوماج. كان الانسان خصو يفكر في شي مهن تكون جديده اللي غتكون قدام، ولا هذاك الشيء ديال الرقمنه وكل شيء. اذا باش حنا قربنا، اذا كما قلت الرقم المالي غيكون مركز باش يسهل المساله ديال الحركه الانتقاليه. اذا جميع الامتيازات غادي يولي يديروا فيها. اذا اللي بغيت نقول للاخوان يجهزوا راسهم، التأهيل التربوي، التأهيل التربوي، وجدوا راسهم، لأن أي واحد ما تيدوزش، باقي ما يدوزش التأهيل التربوي، يعني راه غير مرسم، ولن يستفيد من أي امتياز من الامتيازات، حتى يرسم، ملي ترسم لي تتولي موظف، ومن تولي موظف جهاوي، هذيك الساعة اللي غادي تولي تستفيد من هذيك الامتيازات اللي عند الموظف المركزي. عندنا موظفين مركزيين اللي هما موظفين قبل من 2016، اللي المنصب المالي ديالهم تابع للنظام الاساسي ديال 2003، المنصب المالي ديالهم تابع للوزاره عفوا، لان النظام الاساسي اللي راه باقي هو دارت فيه غير تعديلات بالحذف او نقصان، زادوا شي حاجه حيدوا شي حاجه الى اخره. درك راه كمل نهائيا، مشى البيت الفران، مشى البيت النار كما تنقولوا، مشى الأمانة العامة، مشاو باش يتقاد المسائل ديالو، يدوزوا الدار المصادقة في المجلس الحكومي وتنشر في الجريدة الرسمية ودور 120. إذا التأهيل المهني ضروري، خاصو نتوجدوا ابتداء من السنة المقبلة، راه غتبداو يعني التأهيل التربوي والتأهيل المهني. بالنسبة للدكاترة اللي باقيين ديال أطر الأكاديميات اللي باقيين مرسمينش، راه لا خرجت هذه المباراه لا تعني لا تعنيهم، ما غادي يستافدوش منها، مساله لا تناقش، لانه باقيين ما موظفينش، باقيين ماشي موظفين رسميين. اذا خاصهم تا
السنه المقبله من يترسموا ويديروا هذيك الساعه اللي غتولي عندهم حتى هما الحق. نوجدوا روسكم هي الطربعه والمساله لا تناقش تبقاوش تقولوا لان الوظيفه العموميه القانون ديالها والمعايير كيفاش تمشيو لي بروسيدور لا بد خصك تكون دوز هي الطرباوي بعد سنه من التعيين وغيديروا لكم اعاده من 2016 اعاده الترتيب ديالكم واعاده الترتيب في الرتاب الى اخره وغيكونوا دراقين الى اخره. اذا هنيئا اللي دوزوا التاهيل الطرباوي راه هذوك راه يحسبوا راسهم مرسمين انتهى الكلام والاخرين نطلبوا لهم يعني حتى هما يكون يترسموا ان شاء الله كل واحد ياخذ الحق ديالو. يلا تبارك الله عليكم وما تنساوش بارطاجوا على نطاق واسع والدور دائما 120.